منتخب فرنسا، من اللعيبه المميزين جدا. يعني هو بيحلم ان هو يمثل منتخب فرنسا، لكن اليو سيسي وعده قال له لو انت حصلت على الجنسيه السنغاليه هتكون موجود معايا في كاس العالم. من اللعيبه المميزه جدا طبعا. يعني المغرب كانت بتحاول مع منير الحدادي، والاتحاد الدولي رفض بالظبط، لان هو لعب ماتش اعتقد واحد مع اسبانيا فقط. بالظبط. انا عايز اقول بس معلومه مهمه يا جماعه، التشخيص المبدئي لاحمد الشناوي جزء في الرباط الداخلي للركبه، والتشخيص النهائي خلال 72 ساعه، وربنا يستر وربنا يستر وربنا يستر. وهو متوتر جدا احمد الشناوي، عشان كده مش عارفين يمسكوا رجله كويس ويكشفوا صح، لكن اكيد هيعمل اشعه رنين مغناطيسي، وخلال 3 ايام هنعرف الاصابه بالظبط ايه، لكن مبدئيا كده جزء في الرباط الداخلي للركبه. نمره 2، كابتن ايمن حافظ مكمل في الجهاز الفني بامر من رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، مع نفس الجهاز ايمن حافظ وايمن عبد العزيز والكابتن نبيل محمود، والكابتن ايمن طاهر مكان مصطفى كمال، والكابتن خالد جلال جه كمدير فني، والكابتن امير عزم جهاد جه بدل حمد، وبالتالي المجموعه كلها مشيت التابعه للكابتن او فريق العمل بتاع كابتن ايهاب جلال. نرجع تاني اتفضل. يعني منتخب السنغال بنتكلم عن فيلاند مندي، فيلاند مندي لو يعني تم تجنيسه هيكون هو اللاعب الثالث اللي يتم تجنيسه في صفوف منتخب السنغال، بعد تجنيس كيتا بالدي نجم موناكو، بعد تجنيس نيانج نجم تورينو. طبعا هيكون عندهم 3 ماتشات وديه قبل كاس العالم مع لوكسمبورغ وكرواتيا وكوريا. تمام. هنتكلم بعد كده على حوار مهم جدا عمله ستانيسلاف سلاموفيتش المدرب الروسي، واتكلم فيه عن حظوظه مع المنتخب الروسي. هنشوف معانا لقطات على الشاشه، كان حوار عمله مع اليا كازاكوف. بص يا جلال، اللي بعت لك من المغرب هو بيتنرفز منك. ليه؟ عشان انت بتقول يعني يجنسه، فهو بيقول لا، هو اساسا سنغالي، فالمفروض اللي لو اتجنس هيبقى فرنسي.